الله تعالى وبركاته. درسنا لهذا اليوم هو المناظم الآلية كجزء أول لسيستم أوتوماتيزي، المناظم الآلية بصفة عامة أو التي نقول عنها الآلات. إذا نبدأ أولا بتقديم الدرس لمعرفة ما معنى الآلة أو المنظم الآلي أو النظام الآلي. أولا يجب أن نتعرف على ما هو المنظم التقني System Technique بصفة عامة، لأن المناظم الآلية هو نوع من المناظم التقنية، ولكي نعرف الخاص يجب أولا أن نعرف العام، يعني المصطلح العام اللي هو المنظم التقني ان سيستم تكنيك او جهاز. ولكي نحدد ما معنى المنظم التقني، اولا يجب ان نبدا بمعرفه ما معنى ماده العمل لا ماتيير دو ترافاي. اذا ماده العمل هي كل ما يشتغل عليه المنظم التقني للحصول على قيمه مضافه. المنظم التقني شنو قلنا؟ قلنا بأن المنظم التقني هو الجهاز، ومادة العمل هي التي يشتغل عليها هذا الجهاز أو هذا المنظم التقني. وبطبيعة الحال الجهاز يشتغل على مادة العمل من أجل الحصول على قيمة مضافة، والقيمة المضافة هي المنفعة. لماذا سأستعمل مثلا تقابة لإحداث ثقب في الحائط؟ فالتقابة هو المنظم التقني، ومادة العمل هي الحائط، والقيمة المضافة هي إحداث ثقب لمثلا وضع مثلا صورة أو إطار لصورة معينة، هي القيمة المضافة، هي المنفعة. هذه المنفعة أو هذه القيمة المضافة أو عفوا هذه مادة العمل التي يشتغل عليها المنظم التقني يمكنها أن تكون على شكل طاقة، يعني أن هناك مناظم تقنية تشتغل على مادة العمل على شكل طاقة، فمثلا المحول الكهربائي ترانسفورماتور، المحول الكهربائي نعطيه مثلا 220 فولت فيعطينا مثلا 12 فولت. فإذا ما هي مادة العمل التي يشتغل عليها هذا المنظم التقني؟ فهي الطاقة. ما نوع هذه الطاقة؟ طاقة كهربائية، لأن هناك أنواع من الطاقات. المهم الشكل الأول لمادة العمل هو طاقة، والطاقات تعلمون بأن هناك عدة أنواع من الطاقات، على رأسها الطاقة الكهربائية، وهناك الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية والطاقة النووية إلى آخره. الشكل الثاني هو مادة، وهو الأكثر انتشارا. هناك العديد من المناظم التقنية تشتغل على مواد، إلا أن المواد تختلف. هناك المادة الصلبة، المادة السائلة، المادة الغازية، والمادة العجينية. إذا هناك أنواع متعددة من المواد. فمثلا التقابة الكهربائية تشتغل على الحائط. ما نوع هذا الحائط؟ ما شكل هذه مادة العمل؟ فهي مادة، وبالضبط مادة صلبة. الشكل الثالث وهي معلومة، إنفورماسيون. وتعلموا بأن جميع الأجهزة للاتصال والتواصل فهي تشتغل على المعلومة. فالمعلومة يمكن أن تكون كتابية text، ممكن أن تكون صوت audio، ممكن أن تكون فيلم يعني فيديو إلى آخره. إذا جميع الأجهزة التي تشتغل على المعلومات، فشكل مادة العمل في هذه الحالة فهو معلومة. إذا تعرفنا على مادة العمل وعلى أشكالها الثلاث، الآن نمر إلى القيمة المضافة La valeur ajoutée، هي المنفعة. ما هي المنفعة؟ إذا القيمة المضافة هي التحول الذي أضافه المنظم التقني لمادة العمل. فمثلا المنظم التقني هو تقابة، ومادة العمل هي الحائط. فما هي القيمة المضافة التي أحدثتها هذه التقابة؟ ما هو التحول؟
التحول وأن الحائط لم يكن فيه ثقب فأصبح فيه ثقب، يعني الوضع البدئي هو قبل إحداث الثقب والوضع النهائي بعد إحداث الثقب. هل هناك تغيير بين الوضع البدئي والوضع النهائي؟ يعني هل هناك تحول؟ نعم، قبل استعمال المنظمة التقنية اللي هو الثقابة، الوضع البدئي وأن الحائط اللي هي مادة العمل لم يكن فيها ثقب، والوضع النهائي أحدث ثقب. إذن هذا تحول وقع للحائط، وهذا هو القيمة المضافة. القيمة المضافة هو ذلك التحول الذي أضافه المنظمة التقنية لمادة العمل بين الوضع البدئي يعني قبل استعمال المنظمة التقنية والوضع النهائي بعد استعمال الوضع التقني. الوضع البدئي لا يجب أن يكون مشابها للوضع النهائي. إذا كان الوضع البدئي مشابها للوضع النهائي فهذا يعني أن المنظمة التقنية لم يحدث تحولا، يعني ليس له قيمة مضافة. ويمكنها أن تكون هذه القيمة المضافة أو هذه المنفعة يمكنها أن تكون على شكل تخزين، يعني أن مثلا إذا أخذنا مثال ديسك دور يعني القرص الصلب في الحواسيب، فالقرص الصلب نعلم أن قرص الصلب دوره هو تخزين المعلومات. فإذا المنظم التقني هو ديسك دور يعني القرص الصلب، وعلى مدى يشتغل القرص الصلب على المعلومات، يعني مادة العمل ديالو فهي معلومات، ماذا يفعل لهذه المعلومات؟ يقوم بتخزينها. فإذا هذا مثال لشكل من أشكال القيمة المضافة اللي هي تخزين. هناك كذلك نقل، يعني جهاز ينقل مادة العمل من الوضع A إلى الوضع B، يعني لابد لمادة العمل أن تتنقل. فمثلا الروبو، الروبو هو منظم تقني يشتغل على مدى على الأشياء التي يحملها، فيحملها من وضع بدئي إلى وضع نهائي، يعني أنه قام بنقلها. فكل جهاز تقني يقوم بنقل مادة العمل التي يشتغل عليها من وضع معين إلى وضع آخر إلى مكان آخر، فهنا نقول أن القيمة المضافة هي نقل. ونأتي عند الشكل الثالث للقيمة المضافة اللي هو تحويل، وهو الأكثر انتشارا، هو التحويل أو التحول لا ترانسفورماسيون. يعني مثلا حائط بسبب الثقابة الكهربائية، الحائط لم يكن فيه ثقب فأصبح فيه ثقب، هذا تحويل، يعني تغيرت مادة العمل، وقع فيها تحول فنقول تحويل. إذن هذه هي أشكال ثلاثة للقيمة المضافة. فالمنظم التقني عندما يشتغل على مادة العمل بين الوضع البدئي والوضع النهائي، إذا كان الوضع البدئي لا يشبه الوضع النهائي فبطبيعة الحال هناك قيمة مضافة، إلا أن القيمة المضافة لها ثلاث أشكال: تخزين، نقل، وتحويل. الآن نعرف المنظم التقني بصفة عامة أو الجهاز بصفة عامة. فالمنظم التقني هو مجموعة من العناصر، يعني قطع متعددة منظمة، يعني كل قطعة في مكانها، ومتفاعلة فيما بينها. متفاعلة فيما بينها يعني أنها تتحرك فيما بينها أو ترسل أشياء مثلا من قطعة إلى أخرى، أو قطعة تدفع أخرى أو تجذب أخرى أو تقوم بدورة أخرى. المهم هناك تفاعل، لا بد أن يكون هناك تفاعل. فالتفاعل يمكن أن يكون كهربائي، ممكن أن يكون ميكانيكي، فإذا هناك ممكن أن يكون معلوماتي. إذا المنظم التقني هو مجموعة من العناصر المنظمة والمتفاعلة فيما بينها. ما الغاية؟ هي إحداث قيمة مضافة بطبيعة الحال. المنظم التقني إذا لم يكن هناك إحداث قيمة مضافة لا قيمة له، لا بد من إحداث قيمة مضافة، يعني إحداث منفعة. على مدى هذه القيمة المضافة تتم؟ على مدى العمل التي يشتغل عليها هذا الجهاز أو هذا المنظم التقني. إذن هناك مصطلحي قيمة مضافة ومدى العمل. أي منظم تقني يشتغل على مدى العمل لإحداث قيمة مضافة، فهذا هو مربط الفرس، وذلك من أجل تلبية حاجة من؟ حاجة المستهلك. الثقابة الكهربائية يشتريها المستهلك لإحداث ثقوب في الحائط، في الخشب، في المعادن، لكي يستغل ذلك الثقب في شيء ما،
إذن وذلك من أجل تلبية حاجة معبر عنها في دفتر التحملات الوظيفي. ما معنى دفتر التحملات الوظيفي؟ كل جهاز إلا وله دفتر التحملات الوظيفي. هذا المصطلح ديال دفتر التحملات الوظيفي سنراه بطبيعة الحال في الدرس الموالي، لكي نشرح ما معنى أن كل جهاز أو كل منتوج لابد أن يكون لديه دفتر التحملات الوظيفي، وماذا يوجد في هذا الدفتر الذي يسمى دفتر التحملات الوظيفي، سنراه بعد ذلك فيما بعد. إذا المنظمة التقنية هو مجموعة من العناصر المنظمة والمتفاعلة فيما بينها لإحداث قيمة مضافة على مادة العمل، وذلك من أجل تلبية حاجة بطبيعة الحال حاجة المستهلك التي يكون معبر عنها في واحد الدفتر اسمه دفتر التحملات الوظيفي. نمر الآن إلى أنواع المنظمة التقنية. إذا الأجهزة أو المنظمة التقنية عدة أنواع. تنقسم المنظمة التقنية إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول نسميه المنظمة الأولية أو المنظمة التقليدية دي سيستم إليمونتير. يكون المنظم أوليا يعني منعته بأول إذا كان يعتمد في مبدأ اشتغاله على طاقة عضلية، يعني أنه هذا الجهاز يتطلب منا طاقة عضلية نحن المستعملين، وكذلك تحكم ذهني. وتحكم ذهني، ما معنى تحكم ذهني؟ هو القيادة، نحن من نقود هذا المنظم التقني أو المنظم الذي نسميه المنظم الأولي. إذن أي جهاز يتطلب منا طاقة عضلية وتحكم ذهني يعني قيادة للمستعمل على مدى العمل تسميه منظم أولية. هناك أمثلة متعددة، من خلال أمثلة يمكن أن نفهم التعريف للمنظم الأولية. فالأمثلة متعددة، هناك الدراجة العادية، إذا سنراها في صور بطبيعة الحال. الدراجة العادية تطلب منا جهد عضلي وتطلب منا تحكم ذهني، كذلك الباب القسم، كذلك آلة الخياطة التقليدية التي نتحكم فيها بواسطة الرجلين واليدين بطبيعة الحال. وهناك كذلك الطاقة اليدوية، لأن كاين الكهربائية تشتغل بالكهرباء وكاين اليدوية تشتغل باليد. إذا هذه الأمثلة كلها ينطبق عليها تعريف المنظمة الأولية. تطلب منا جهد عضلي وتطلب منا تحكم ذهني يعني قيادة، نحن من نقودها، إذا لم نقودها لن تقود نفسها بنفسها. النوع الثاني هو المنظمة الممكننة لسيستم ميكانيزي. يكون المنظم ممكننا إذا كان يعتمد في مدى اشتغاله على تحكم ذهني، يعني تحكم ذهني قيادة ديال المستعمل، ولكن ما كاينش جهد عضلي. ولكن من ينوب على الجهد العضلي هو الطاقة الخارجية للاشتغال على مدى العمل، يعني هناك طاقة تنوب عن الجهد العضلي للمستعمل. الأمثلة متعددة، سنراها بصورة. إذا السيارة لا تتطلب جهد عضلي، ولو أن القيادة تتطلب جهد عضلي، ولكن هذه قيادة. إذا السيارة ما تطلبش منها جهد عضلي، ولكن تطلب منها تحكم ذهني. ولكن من ينوب على الجهد العضلي هو طاقة خارجية. ما هي هذه الطاقة الخارجية؟ هي البنزين يصل إلى المحرك، وبالتالي نحصل على ما نريد. الحاسوب الشخصي. الحاسوب الشخصي إذا لم ندخل البيانات سواء عبر الأسوغ يعني الفأر أو عبر الملمس يعني الكلافي، فلن تدخل هذه المعلومات. إذا عندنا تحكم ذهني والجهد العضلي، ليس هناك جهد عضلي في نقل المعلومات من الديسك دور للشاشة، من كلي يو اس بي أو من الريزو للديسك دور، فاحنا ما تتكلفوش بهذا الشيء. شكون تتكلف به؟ هو الطاقة الكهربائية. وهناك آلة الخياطة الكهربائية، إذا يعني آلة الخياطة الكهربائية تشتغل بتحكم ذهني يعني قيادة ديالنا حنايا كمستعمل، ولكن الطاقة الخارجية هي التي تتحكم في إعطائها الطاقة اللازمة للاشتغال. وهناك كذلك الدراجة النارية. الدراجة النارية تعطيها الوقود ونتحكم فيها، هناك تحكم ذهني، ولكن هناك طاقة خارجية هي التي تتحكم في دفعها إلى الأمام والسير إلى الأمام. فهذه كلها أمثلة لمناظم ممكننة تطلب منا تحكم ذهني، ولكن ما كاينش جهد عضلي. شكون اللي تنوب على الجهد العضلي؟ هو طاقة خارجية
فإما أن تكون كهربائية أو مازوت أو ليسانس أو كيروزين بالنسبة للطائرات أو الفيول بالنسبة للباخرات إلى آخر الوقود. النوع الثالث المناظم الآلية، يمكن يكون المنظم آليا، وهذا هو الدرس، يكون المنظم آليا إذا كان مبدأ اشتغاله يعتمد على تحكم آلي، يعني مش تحكم ذهني، تحكم آلي، يعني أن المستعمل ليس هو من يقود الجهاز، فالتحكم فهو آلي ولا يعطيه جهد عضلي، هناك طاقة خارجية للاشتغال على مدى العمل، وذلك دون تدخل مباشر للمستعمل. والأمثلة هي التي ستعطينا يعني سنفهم من خلالها كيف يشتغل المنظم الآلي. فإذا أخذنا مثلا المثال الأول اللي هو الباب الآلي، فالباب الآلي تلاحظون أننا نقترب منه فيفتح، إذا لا يتطلب منا لا جهد عضلي ولا تحكم ذهني، ليس نحن من دفعناه بجهد عضلي وليس نحن من تحكمنا فيه، يعني لم نقوده، فهو يتحكم في نفسه بشكل آلي، وهناك طاقة خارجية اللي هي هنايا في الباب الآلي طاقة كهربائية هي التي تعطيه جهد الدفع فيفتح أو يغلق. المصعد الكهربائي كذلك، عندما ندخل ونختار الطابق الذي نريد فقط نختار الطابق ثم يغلق الباب لوحده ويتنقل صعودا أو نزولا لوحده، إذا تحكم آلي ليس تحكم ذهني للمستعمل، تحكم آلي وطاقة خارجية هي التي تنوب عن الجهد العضلي. إذا الإشارة الضوئية لمفترق الطرق، ترون أن هذه الإشارة تشتغل لوحدها دون أن يتدخل، بطبيعة الحال هناك الشرطي يمكن أن يتدخل في حالات معينة، لكن بصفة عامة إذا لم يكن شرطي فالإشارة الضوئية الفروج تشتغل بوحده فينظم السير في مفترق الطرق بطريقة آلية، لا جهد عضلي ولا تحكم ديني. الشباك البنكي يستقبل منا البطاقة، نعطي القن السري ونختار المبلغ، ثم يقوم بالأعمال لكي يخرج لنا المبلغ المالي بشكل آلي، فلا تحكم ذهني ولا جهد عضلي. موزع المشروبات كيفما كان، مشروبات غازية، مشروبات ساخنة، فموزع المشروبات نضع له القطع المعدنية، نختار المشروب ثم يقوم بالأعمال لوحده بشكل آلي، فهناك تحكم آلي وليس تحكم ديني، وهناك طاقة خارجية يعني ليس هناك جهد عضلي. الثلاجة كذلك، الثلاجة نضع في الصندوق الثلاجة نضع يعني المواد ثم يعني يقوم بتبريدها بشكل آلي، يشتغل ثم يتوقف، يشتغل ثم يتوقف، إذا الثلاجة تشتغل بشكل آلي فهي منظم آلي، فلا يتضمن لا جهد عضلي ولا تحكم ذهني، ليس نحن من يشغلها ويوقفها، فالتحكم آلي وليس نحن من نعطيها الطاقة الكهربائية لكي تشتغل، فهي هناك طاقة خارجية اللي هي الطاقة الكهربائية هي التي تقوم بالتبريد. هناك كذلك الحاجز الآلي لطريق السيارة، نتوقف فيعلم توقفنا فنأخذ البطاقة فيفتح فنخرج ثم يغلق وهكذا بطريقة آلية. الحاجز الآلي لموقف السيارات كذلك يشبهه إلى حد ما، ولو هناك تغيير طبعا الحال في طريقة العمل، لكن بصفة عامة هناك تشابه كبير. الملحوظة هنا كل منظم تقلي غير أولي وغير آلي نسميه ممكن. نمر الآن إلى أنواع المناظم الآلية. المناظم الآلية النوع الثالث المهم عندنا هنا هو النوع الثالث. أنواع المناظم الآلية تنقسم إلى نوعين، هناك المنظم الآلي ذو سيستم مفتوحة سيستم اوتوماتيزي اشين اوفرت. يعني شنو التعريف ديال هذا؟ هو كل منظم آلي يعتمد في اشتغاله على تحكم مباشر لاعطاء الاوامر الى عناصر الجزء المعتمد، وذلك دون تدخل مباشر للمستعمل. وباش نفهموا هذا النوع من المنظم الآلية ذات سيستم مفتوحه، غنشوفوا واحد الامثله بطبيعه الحال. الاشاره الضوئيه لمفترق الطرق هذا منظم آلي ذو سيستم مفتوحه،
وكاين المثلث الوامض، هذا سنتركه فيما بعد. الخطط هي التي تعطينا كيف يكون هذا المنظم الآلي. هو بدأ أولا منظم آلي، ما تطلب منا لا جهد عضلي ولا تحكم ذهني. التحكم هو تحكم آلي، والجهد العضلي تتنوب عليه الطاقة الخارجية اللي هي غالبا طاقة كهربائية. فالملاحظ هنا في هذه الخطط أن المنظم الآلي تتكون من جزئين، جزء آمر وجزء معتمد. غير ركزوا على العلاقة ما بين جزء آمر وجزء معتمد. الجزء آمر يعطي أوامر للجزء المعتمد، ولكن الجزء المعتمد لا يعطي أي شيء للجزء آمر، يعني لا يرد أي شيء، لا يخبره بأي شيء. فهذا المنظم نسميه منظم آلي ذو سلسلة مفتوحة. المثال هو الإشارة الضوئية لمفترق الطرق. الإشارة الضوئية لمفترق الطرق هي منظم آلي ذو سلسلة مفتوحة، يعني أن الجزء آمر يعطي الجزء المعتمل أوامر، الجزء المعتمل ينفذها، لكن الجزء الآمر لا يعلم أن الجزء المعتمل قد نفذ الأوامر أم لم ينفذها. مثال الإشارة الضوئية مفترق الطرق، نعلم جيدا بعض الأحيان تنشوفوا شي فروج ولا شي فوفاغ ما شعلش، رغم أن الأوامر باش يشعل تعطاتو من طرف الجزء الآمر، ولكن الجزء الآمر لا يعلم بأن المصباح منطفئ، رغم أنه يمرر له التيار لكي يتوهج، ولكن بما أنه محترق فإذا لن يتوهج، إذا يجب تغيير المصباح، ولكن الجزء الآمر لا يعلم أن ذلك المصباح فهو محترق. وهذا هو العيب ديال هذا النوع من المناظم الآلية، فهو منظم آلي ذو سلسلة مفتوحة. هذا مثال لهذا النوع من المنظم الآلي. المنظم الثاني هو المنظم الآلي ذو سلسلة مغلقة، وهذا هو الأكثر انتشارا والأكثر ذكاء. هو هذا المنظم الآلي ذو سلسلة مغلقة، سيستم اوتوماتيزي اشين فيرمي، وهو الأكثر انتشارا والأكثر ذكاء. هو كل منظم آلي يعتمد في مبدأ اشتغاله على تحكم مع إرجاع بيانات، يعني نتحكم جزء آمر تتحكم بجزء معتمد، ولكن خصو يرجع ليه بيانات واش نفذ الامر ولا ما نفذوش، واش نفذو كامل ولا ماشي كامل الى اخره. اما ارجاع بيانات او معلومات لاعطاء اوامر الى جزء معتمد، وذلك دون تدخل من مسؤول المستعمل. هنا الامثله عديده جدا، كاين الباب الالي، المصعد الكهربائي، الشباك البنكي، موزع المشروبات، الحاجز الالي، طريق السيار، الباب الالي، الدرج الالي الى اخره. فهنا الخطط هي اللي تبين لنا. لاحظوا علاقه الجزء آمر بالجزء المعتمد. الجزء الآمر يعطي أوامر للجزء المعتمد، ولكن الجزء المعتمد يعطي معلومات للجزء الآمر، يعني هناك أخذ ورد، يعني كاين ذكاء. وبالتالي هذا النوع من المناظم الآلية هو الأكثر استعمالا من طرف المستعمل، لأن المستعمل يحتاج إلى أجهزة ذكية، وهذا الذكاء بطبيعة الحال لن يتأتى إلا في هذا النوع من المناظم اللي هو المناظم الآلية ذات السلسلة المغلقة، بحيث أن الجزء الآمر يعطي أوامر للجزء المعتمد، ولكن الجزء المعتمد كذلك يعطي معلومات للجزء الآمر بأن الأوامر نفذت أو لم تنفذ. يعني مثلا في الحاجز الآلي، إذا حضرت السيارة أمام الحاجز فكاين هناك عناصر تعطي معلومات للجزء الآمر بأن هناك حضور سيارة، فالجزء الآمر يعطي أوامر بناء على هذه المعلومات، وهذا هو الذكاء ديال هذا النوع من المناظم الآلية ذات السلسلة المغلقة.